خلال iteration هنقدر نعمل ماسود تحسب للباور. ايه المشكلة؟ بس انا بستخدم الجاهز. اوكي؟ طيب هعمل ايه بقى؟ دلوقتي البارامترز دي وسيلة لان احنا نباصي الداتا جوه البرنامج والبرنامج يطلع لي الريزلت بتاعك. دي اسهل وسيلة واسهل طريقة ليها. طيب انتم مش ملاحظين حاجة؟ انا كل اللي عملته ايه دلوقتي؟ انا طبعا همسح ده عشان ما نركز مع بعض كويس دلوقتي. احنا عملنا ايه؟ استقبلنا من اليوزر وقلنا له لو سمحت للريكتانجل دخل ويدز بتاعه واللينز في الفاريبل ده الويدز واللينز، ورحنا واخدين الفاريبلز دي بصيناها لمين؟ للميثود اللي بتقبل بارامتر اللي هي الفاريبل بتوع اللينز والويدز. على طول راح مستخدمها وحصل بروسيسنج هنا وطلعت لي الريزلت بتاعها الاوتبوت ده. يبقى ممكن تكون انت عامل دي من غير ما يكون الكود ظاهر هنا اصلا. ممكن تكون حاجه جايه لك من بره. اه الكلام ده حقيقي. طيب هنعمل الكلام ده بقى في كلاس تاني مختلف. تروح عاملين كده رايت كليك اد نيو ايتم وهسميه ايه بقى؟ نركز بقى في ده كويس قوي. وهسميه ستاتيك كلاس ريكتانجل اريا. خلاص عملت كلاس اسمه ستاتيك كلاس بيحسب ايه؟ ريكتانجل اريا. وهروح اخد ده كده هعمل ده كات من هنا خالص وراح احطهم فين؟ هنا في كلاس تاني خالص مختلف. هل زعلوا؟ انا عملت كات من مكان لمكان، بس اللي زعل عندي فين؟ دلوقتي بقى الكلاس ده اللي هو اسمه ستاتيك كلاس. اوكي؟ في تو ميثودز، واحده فويد والثانيه بتريتيرن تايب. طب الايرور ده جاي منين؟ بيقول لي الريتيرن ريكتانجل اريا دازنت اكزيست. اهو ما انا خلاص رميته. اوكي؟ نيجي نركز بقى في حاجه مهمه قوي دلوقتي. ايه هي حاجة مهمة؟ اللي هي الميثود دي هو مش شايفها. ليه؟ مش موجودة جوه الكلاس. يبقى معنى كده ان انا الميثود دي طول ما هي within the same class موجودة هنا كده انا بعمل لها mention direct هو شايفها. اوكي؟ بعمل لها mention direct هو شايفها. بس عشان اعمل لها منشن تعالى هنا كده اوريكم حاجه بسيطه قبل ما نكمل. اهو كوبي واروح ارجعها تاني جوه بروجرام. اهو مجرد ان انا رجعتها جوه بروجرام عشان المين الميثود اتشافت. اوكي؟ بس هي عشان استاتيك هو شايفها على طول. لو انا جيت قلت له دي بابليك وهي public بس void. الثانيه شيل الستاتيك وخليها public. public end بص ما شافهاش. ليه؟ لانها مش static. الميثود اللي static لما اعمل لها mention جوه method static تشوفها اوتوماتيك على طول. تشوفها اوتوماتيك على طول. لو هي جايه لي مع نفس الكلاس. لو هي جايه مع نفس الكلاس هيشوفها اوتوماتيك. ليه؟ علشان استاتيك. الغي ده كده. خلي دي استاتيك. والغي لي دي كمان. خليها استاتيك. شافها اوتوماتيك. ليه؟ علشان دي ميثود استاتيك وهي جايه لي من ميثود استاتيك على طول انا شافها. لانها جايه من نفس الكلاس. الاثنين جايين في كلاس واحد، كانك انت اخوك معاك في الاوضه رحت اللي هو قاعد مكانه وانتوا الاثنين في اوضه واحده اللي هي الكلاس ده رحت ناديه له بص لك رد عليك. طب لو هو في اوضه ثانيه
وندهت عليه هيرد عليك ازاي؟ دي الاوضه الثانيه بقى اللي هي الكلاس الثاني. انا همسح بقى دول جوه بروجرام، هرجع امسحهم من ثاني، اشيلهم عشان يطلع لنا الايرور اللي هو مين اللي هو ده. خلاص. طيب انا عايز دلوقتي انده لحد تاني اللي هي الميثود الثانيه دي اللي هي دي، بس جايه لي مع كلاس تاني. اي نعم الكلاس ده معايا في نفس النيم سبيس. هو ايه النيم سبيس؟ اللي هو ده اللي جاي في البروجكت، مش ده النيم سبيس؟ وهيقولنا النيم سبيس بتحتوي على اكتر من كلاس، ما ده البروجكت بتاعي. ادي الكلاس الاولاني الكلاس الثاني وموجودين في نفس النيم سبيس. طب ازاي ما يشوفوش؟ لا ده في اوضه وده في اوضه ثانيه. طب انا انده اللي في الاوضه الثانيه دي ازاي؟ عندك طريقتين، طريقه من خلال الاستاتيك وطريقه من خلال انيشيتنج الاوبجكت. اركن الكلام ده اللي انا قلته الاخير، تعمل انستنشيت او انيشيت الاوبجكت انستنس من الكلاس ده وتستدعي اللي جواه. دي سكه ثانيه، خلينا على جنب، خلينا بس نفهم الاستاتيك دلوقتي. طيب انا عندي الاستاتيك دي كلاس اللي هو اسمه ستاتيك كلاس ريكتانجل، اوكي، وعايز استخدمه جوه البروجرام. يا سيدي اعتبر ان الكلاس البروجرام ده ريسبشن عندك، واخوك قاعد فين؟ في الاوضه اللي جوه اللي اسمها الستاتيك كلاس ريكتانجل اريا. عايز تنده له اللي هو مين؟ اللي هو ده. انده له ازاي؟ اوكي، يبقى لازم اروح انده للاوضه نفسها وبعدين اللي جواها. ازاي؟ لاحظ كده، انا الاوضه عندي اسمها ايه؟ اسمها ستاتيك، ماشي، خلاص عندي ستاتيك اسمه ايه؟ ريكتانجل اريا اللي هو ده اهو. طيب عشان ادخل اللي جواها اعمل دوت، ماشي. بص الدوت جايبه لي ايه؟ ايكوال وريفرنس ايكوال. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ طب فين اللي جواه؟ فين اللي جواه؟ ما هو قال لك في حاجه اسمها اكسس موديفاير، في عندي بابليك وعندي برايفت. الميثود باي ديفولت هي برايفت. يعني ايه برايفت؟ يعني بتتشاف في قلب الكلاس نفسه، يعني هو جوه الاوضه ما ينفعش غير مسموح ليه انه يخرج. تمام؟ هو جوه الاوضه مش مسموح ليه انه يخرج. طب عشان اخرجه اقول له لا بابا اذن لك تعالى اخرج. بابا مين؟ بابا اللي هو قال له خليك بابليك واقعد مع الناس، خليك بابليك واقعد مع الناس. اوكي، بقى بابليك يعني يتشاف من بره الكلاس ده. يعني الكلاس اللي اسمه ستاتيك من الغرفه دي كده الستاتيك كلاس ريكتانجل، لما اقول له بابليك يبقى يخرج بره اطار البريسز دي، يبقى هيتشاف. يبقى لما اروح هنا في الريسبشن اللي هي بروجرام واقول له ستاتيك دوت، ابص ادي اهو اهو ريتيرن ريكتانجل اريا والفويد ريكتانجل اريا، ما هم بابليك خلاص هو شافه. اوكي، طب ده ما بيفكركوش بحاجه؟ تعالى نعيد ده كده بقى تاني. السطر ده انا عرفت فاريبل ايه، هقول له بيساوي ستاتيك اسم الكلاس بتاعي اللي هو ريكتانجل اريا دوت. انا عايز استخدم الريتيرن ده وافتح قوس اهو، يقول لي دخل لي الويدز واللينس. اقول له الويدز جاي لي من اليوزر كوما اللينس اللي جاي لي من اليوزر اهو. هي مش دي نفس الكيفيه ونفس الطريقه يا شباب اللي كنا بنشتغل بيها؟ بقول لك الكلاس اللي جاي لي من مايكروسوفت جاهز اسمه ماث دوت باور، واعمل كده وادخل الرقم والباور بتاعه واعمل كده، مش دي نفس الطريقه؟ طب ما هو فعلا كده. ما هو احنا بنقول يا جماعه احنا بنتعلم بالطريقه اللي الناس دول قالوا لنا نتعلم بيها. يبقى انت بتاخد من سورس واحد
ليه؟ عشان يبقى فيه ستاندرد للشغل. يعني انت في مصر هنا وبتتواصل مع واحد من الهند وانتوا الاثنين بتتكلموا لغة واحدة، ما اقصدش الانجليزي، انا اقصد اللغة البرمجية. انت فاهم ده صح؟ وفاهم ازاي تتعامل معاه، وفاهم ازاي تتعامل مع الكلاسز الاستاتيك والميثودز اللي جواها استاتيك وهكذا. انت في مصر وبتعامل مع واحد في الهند بتتكلم لغة واحدة، ما انتوا كلكم مهندسين، مش كلكم مهندسين بتشتغلوا بنفس الكيفية مع جنسيات كتير مختلفة؟ لكن لما تتكلموا تكنيكال كلكم بتتكلموا لغة واحدة، مفهوم الستاندرد الانجينيرينج لانج هو ده. يبقى اذا اللي احنا بنعمله بتعمله من وجهة نظرك انت كديفلوبر علشان انت تستفيد منه او حد تاني يستفيد منه، ديفلوبر تاني. ما هي مش مايكروسوفت عامله الدوت نت فريم ورك عشان تسهل لك حاجات كتير؟ يعني الماس كلاس ده انت مش محتاج ان انت تعمل ميثود تحسب لك الباور، ما هي جاهزه اهي. اوكي، طب ايه تاني؟ ماث دوت ماشيه فيها الساين سكوير روت سيلينج سقف الرقم اللي انت او الفلور بتاعه، الابسولوت فاليو ساين كوزاين اي ساين اي كوزاين اهو، الاي از ا كونستنت ماشي. يعني عندك كل ال 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 الفانكشنز او الميثودز الجاهزه اللي تجيبها سكوير روت اهو، شاين كوزاين والشاين وهكذا، ترونكيت مثلا، كل دي ميثود جاهزه انت بتستخدمها. انت مش محتاج انك تعمل اختراع وتخترع العجله من اول وجديد، ما هي جاهزه هي عندك. اوكي، انت مين بقى اللي بتستخدمها؟ انت اليوزر العادي؟ لا، انت مش اليوزر العادي، انت الديفلوبر. يبقى بالتالي لما بتعمل ديزاين للميثودز لازم تعملها بنفس الكيفيه اللي مايكروسوفت علمتنا بيها علشان تطلع بنفس الكيفيه اللي هي من خلال الدوت نت فريم ورك، عشان لما تشتغل مع حد تاني ديفلوبر تبقى فاهم، عشان لما تستفيد بالميثودز اللي جايه لك مع الميثودز دي كلها من الكلاسز مثلا، ادي ميثودز، تبقى فاهم الميثود دي بتشتغل بيها ازاي. ادي عندك ميثود اسمها كرييت كوم انستنس فروم، تدي له سترينج وسترينج، تبقى فاهم ده السترينج دي بتاعت ايه وستاب ده بتاع ايه. اوكي، وهكذا. يبقى انت بتتعامل مع التولز ريدي ميد الجاهزه اللي هي جايه لك مع من مايكروسوفت. طب نقطة تانية، طب وانت بتستخدم الكلاسز دي بنفس الكيفية، طب لما انا اشتغل اي بي اي لأي سوفت وير في الدنيا، اي سوفت وير، برامج بتاعت البيم، بريكس بيم، ريفيت، اركي كاد، واتيفر، لو كان مفتوح لك الاي بي اي بتاعه من خلال الدوت نت فريم ورك هتلاقيها بنفس الكيفية، مدي لك الهيراركي بتاعها بنفس الشكل، الكاد وغيره بنفس الشكل، نيفز وورك وغيره بنفس الشكل، الوورد والاكسل بنفس الكيفيه، هتلاقيه عباره عن كلاسز ومجموعه من الميثودز وهكذا، بروبرتيز بنفس الطريقه. يبقى انت بتتكلم ايه؟ نفس اللغه، ما خرجتش براها. بس وانس انك تعمل اد لمين؟ للريفرنس نفسه بتاعت مين؟ بتاعت الاسمبليز او الاي بي ايز اللي جايه لك من بره. اوكي، طيب عشان ما نتفرعش لازم نفهم واحنا بنكرييت الميثودز. الميثود عندي ستاتيك، لو انا عايز اندهها دايركت من جوه الكلاس نفسه او من كلاس تاني من بره بس انده اسم الكلاس. يبقى انت كده اهو، ادي الستاتيك كلاس دوت ريتيرن ريكتانجل، بس تكون ايه؟ public، تكون public. public يعني ايه؟ متشافة من كل الكلاسز اللي موجودة جوه البروجكت، ما ينفعش تكون برايفت، ما ينفعش تكون برايفت. يبقى عشان استدعي انا عملت كلاس بيحسب لي، خلاص بقى حاجة كده انت عاملها لنفسك، بيحسب الاريا بتاع ركتانجل. تمام؟ طب تعالى انا عايز اعمل كلاس تاني يحسب لي البريمتر، تمام؟ او خلينا في نفس الكلاس ده، يبقى واحد
بلاش بقى اللي هو ايه، انا مش عاجبني اصلا اللي هو void. طالما بنتعامل مع عمليات حسابيه يبقى لازم يكون بريتيرن فاليو. طيب ده هسميه public static. ماشي، ده بيحسب الايه البريمتر. تمام، اعمل ريكتانجل بريمتر. ماشي اوكي، والبريمتر بتاعه ان الويد كوما انت اللينث. خلاص، ونفس الكيفيه ونفس المعادله ونفس الطريقه اهو. اوكي طبعا زعلان الريتيرن لان دون يكون بيرجع انت. خلاص، يبقى ده ريكتانجل بريمتر. اوكي، هدخل له الويدز واللينز هيطلع لي الايه البريمتر. طب انا عايز بقى في البرنامج ده، انت عملت كلاس جاهز الريكتانجلر شيب تجيب البريمتر وتجيب الاريا بتاعته. سيب بقى الريتيرن دي، خلاص احنا مش محتاجينها في حاجه. ريكتانجل، وده ريكتانجل اسم يكون واضح، بريمتر اي اي ام اي تي اي ار ان لم تخن الذاكره. اوكي طيب، يبقى انا عملت الكلاس اللي اسمه static class rectangular area. اوكي، هعمل كده، وده اسمه مبقاش كده. طيب ده لو انت هتعرض الايه، طب انا عايز استقبل اعمل perimeter and rectangle. ماشي، بريمتر يساوي ايه بقى؟ static class برضو. ماشي، دوت ايه البريمتر او هيقبل مني ايه الويدز كوما اللينز. خلاص، او طب استعرضه او اعمل ده كوبي واعمل بيست وقول ده ريكتانجل بريمتر. ريتيرن ميثود از، واخد كوبي واحطه هنا. دلوقتي هنا الريكتانجل هتحسب البريمتر بتاعه وهكذا. لو بالمتر بالمتر بقى هتقول له ده متر، او وهنا هتقول له متر سكوير. طب ران كده، انتر ويدز 40، اللينز 50، او جاب لك متر البريمتر والبريمتر وي. اوكي طيب، بصوا يا شباب بقى، احنا كل عملنا ايه زياده عن الميثود اللي احنا استخدمناها. ان احنا الميثود كنا بنقبل عندها فين؟ في نفس الكلاس بتاع بروجرام.
ثواني معاك. اوكي، الفرق اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا كنا بنكتب الميثود within the same class program، لكن هو مش ده الصح. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ميثود او كلاس بيأدي وظيفة معينة فيها مجموعة من الميثود، واحد بيحسب الاريا والتاني بيحسب البريمتر. طب الدايرة اوكي نعملها ازاي؟ نعمل كلاس تاني بيكون بيحسب البريمتر والاريا بتاعت الدايرة ونستخدمهم فين؟ في البروجرام. بس مش ده اللي انا هعمله، انتوا اللي هتعملوه دلوقتي ربع ساعة من دلوقتي. عايزكم تشتغلوا اوكي، ربع ساعة من دلوقتي هتعملوا لي كلاس يكون فيه ميثود ستاتيك وتكون بابليك عشان تتشاف من بره الكلاس، يعني كأنك بتعمل اوضة تانية هيبقى فيها تو ميثودز بالمعادلات بتاعتها بتقبل ايه، وشوف البارامتر انت محتاج ايه الانبوت بتاعك في مساحه الدايره والبريمتر بتاعها. انت مش محتاج غير 1 بارامتر اللي هو الراديوس صح او الدايمتر. اوكي ده اللي انا عايزكم تعملوه دلوقتي ربع ساعه من دلوقتي ان شاء الله عشان ننهي السيشن دي بالاكزامبل ده، نكون ثبتنا اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. اوكي يا شباب ربع ساعه من دلوقتي وانا معاك، لو في اي حد ليه اي استفسار ولا حاجه نتكلم. السلام عليكم باشمهندس اسامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس. بقول لحضرتك، هو الايرورز اللي ظهر عندي ايه سببها؟ طب اعمل زوم كويس قوي. ستاتيك فويد ماشي. انت معرف ستاتيك فويد اريا وفاتح بارامتر تمام، فاتح سوري القوسين دول، بس فين الاقواس اللي هي الحدود بتاعه الميثود نفسها؟ مع الميثود لازم يبقى فيها عملتها تمام، وبرضه لسه نفس الايرورز دي ظاهره برضه. يعني انا عملتها الاقواس دي عملتها مش موجوده يعني هنا. اصور الحركه وابينها لك. طب وريها. اصور الحركه وابينها. ماشي. طب ما تعمل شير سكرين احسن. انا عشان شغال على تو كمبيوترز بس مش اكتر. طيب اوكي. طب باشمهندس اشرف حسين ربنا يعينك توكل على الله، ولو في اي حاجه اتفرج على الفيديو، لو في اي حاجه ان شاء الله تواصل معانا. كده باين عند حاجه مش بس. اه مظبوط كويس. انت ويدز ما هو التو فاريبل بنفس الايرورز ملاحظ التو فاريبلز ايه بنفس الاسم، البارامتر اللي جاي لي فوق البارامتر مع الفاريبل اللي انت معرفه ويدز برضو الاثنين زي بعض بالظبط. افرق ما بين الفاريبل اللي جوه، خلي الويدز دي الدبليو كابيتال اللي جوه بالظبط.
اه ودايما بص البارامتر اصطلح، لكن هو مش هيطلع لك ايرور، اصطلح على ان البارامتر نيم تبدا بحرف سمول وتمشي small. اه وتمشي كل كلمه كابيتال ليتر، لكن اول كلمه تبقى سمول ليتر. يعني ويدز مثلا عشان كلمه واحده هي سمول، بس اللي جوه اللي هي انت ويدز خلي الدبليو كابيتال، افرقها عن اللي جايه مع البارامتر، هيشتغل معاك ان شاء الله على طول. طب هجرب وارجع الحركه. ماشي. والرايت لاين مش مكتوبه مظبوط، يعني كونسول رايت لاين كلمه رايت لاين الدبليو كابيتال والال كابيتال، ده اسم الماسون. تمام تمام يا فندم. اوكي اتفضل. هجرب وارجع الحركه. ماشي اوكي. شكرا. نعم يا شباب انجاز، نعمل كلاس، الكلاس ده هيبقى جواه ستاتيك ميثودز، واحده بتحسب لي الاريا والثانيه بتحسب البريمتر بتاع الدايره. طب بصوا يا شباب، اعتبروا ان دي اكسرسايز واعملوها طول مره، ابعتوا لي يخلص يبعت يرفع على طول، لو في مشكله مقابلاكوا ارفعوها على الفيسبوك، على الجروب بتاع الفيسبوك. اوكي. وكمان الصفحه او سوري الاكونت اللي على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب، لان هتلاقوني برفع حاجات خاصه بالستاندردز وحاجات خاصه بال ان شاء الله يعني، والبريكس كمان عن الناس للريسيلرز، احنا هنبعت شرح وافي للاجزاء اللي فيه ان شاء الله، ف مع البروجرامينج ان شاء الله، مع برضه هتلاقوا في فيديوهات بنرفعها باذن الله. اعملوا لي ده، انا عايز تعملوا لي الكلاس الخاص ب الدايره، كلاس يحسب الاريا. لو ليك سؤال ابعت على الجروب بتاع الفيس ان شاء الله. اعملوا كلاس اوكي، يبقى في ميثود ستاتيك نقدر نشوفها وتعملوا جوه الميثود المين بنفس الكيفيه كده، بحيث ان انا لما اعمل ران يسالني بيقول لي دخل الراديوس بتاع الدايره، هدخل له الراديوس زي ما احنا عاملين هنا، بيسالني بيقول لي دخل لي الويدز واللينس، يديني الاريا بتاعت الريكتانجل ويديني البريمتر بتاعها. كذلك نفس الكيفيه، انا عايز برنامج يبقى بالشكل ده. ماشي يا جماعه؟ يكون بنفس الطريقه دي، كلاس خارجي ويكون في الميثودز اللي بتعمل واحده للاريا وواحده للبارامتر. اوكي، اعتبروها ده اكسرسايز، واللي يخلصوا يبعتوا على طول ان شاء الله، حتى برينت سكرين كده على طول على الجروب ان شاء الله. مش عارف ده الاكونت بتاعي. هو ده. خلاص يا شباب، احنا هعتبر اللي احنا ده اكزامبل، تبعته لي بقى ان شاء الله على طول. اوكي، تبعته لي ان شاء الله. حد ليه اي سؤال قبل ما نخلص؟ لا سؤال؟ لو في حاجة محتاجة شرح نعيدها تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بشوانس. ازيك يا شوانس، أخبارك إيه؟ نحوين. الله يخليك. أنا معاك شوانس الشادي عبد العليم، أنا بكلمك من مكة. أهلا أهلا بيك. الله يسعدك. الله يكرمك يا رب. أنتوا الدنيا مفتوحة هناك ولا مقفولة؟ أنا مهندس شركة كهرباء. لا الدنيا مقفولة خالص. مش كده؟ نطلع بس نجيب الحاجة بسرعة. نطلع نجيب حاجة بسرعة ونرجع تاني. ما نقدرش نطلع بره المنطقة بتاعتنا أساسا. ربنا يعينكم. يعني الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. ربنا يستر إن شاء الله، ربنا يستر بإذن الله. آمين. وعندنا الأعداد زايدة عشان بيعملوا هم
يعني هما بيعملوا كشف وبيقعدوا يتشكوا المناطق ويقفلوا مناطق كامله ويدخلوا المناطق ديت ويشوفوا اماكن الناس اللي هما العمال والحاجات دي كلها بيعملوا. فعشان كده الاعداد كبيره يعني. انا عادين ال 40,000 دلوقتي يا الله في المملكه كلها يعني. الله المستعان يا رب ربنا يعدي على خير. امين. الله يكرمك يا فندم. دلوقتي احنا دلوقتي الاكزامبل ده طبعا السؤال ده بتاع المساحه والمحيط بتاعت الدايره. هنحط الراديوس ونشوف مساحه الدايره مثلا دول طهنخ تربيع و... بالظبط هتبقى مثلا 43% في الراديوس الثاني بالظبط تمام. والثانيه نفس النظام. انا بس ببدا ادخل اللي هي المدخلات الاول اللي هي بعد اعرف مثلا الانت الراديوس يساوي مثلا راديوس الانت بعد كده خلاص بعد كده بدخل انت مثلا ال 43% وبعد كده بقى بعمل العمليه الحسابيه اللي هي بتاعتها مثلا هتبقى دبل ريزلت هتساوي مثلا 43% في راديوس في راديوس بالظبط تمام. انا عايز كمان انا عايز الناس تجتهد وتديني الريزلت وهنعملها اول مره جايه هنبدا بيها ان شاء الله نعملها مع بعض. طيب تمام مش خلاص. انا كمان نعرفكم الثابت ونستخدم الثابت ازاي بنفس الكيفيه اللي هي الاستاتيك زي ما بنستخدم الفاريبلز وهكذا. هي بس ملاحظه بس يا باشمهندس. هو احيانا الشاشه لما حضرتك بتحط حاجات وتكتبها الواحد بيكون عايز يكتب وينقل الحاجات اللي على الشاشه بس ما بيلحقش مثلا بيظهر شير او بيظهر اي حد فالواحد بتروح الشاشه لا بعد كده ما بيقدرش يكمل على الـ على الـ على الشغل يعني بتاعك. بص انا البروجكت ده هرفعه يعني هعمله هضغطه وارفعه لكم. الله يكرمك يا فندم. ماشي خلاص تمام. احنا اصل بديت هنقدر بقى نحاول ونغير ونحاول نفكر ونحاول نشوف كده طرق تانية وندخل حاجات تانية ممكن ندخل بعد كده المثلث والمربع تفكروا لغايه لما بعد بكره ان شاء الله نقعد مع بعض. الله مستعان بس برضه معلش احنا برضه الوقت عندنا احنا بعدكم بساعه يعني احنا دلوقتي عندنا الساعه 2 الا ربع بالظبط واحنا في العشر الاخير من رمضان. والله بص انا يعني كنت بفكر كده وكنت هكلم هانس عمر بان احنا نبطل بعد عيد بس انا عايز اكثف لان لو سبت مسافه الناس طب او تكون بدري مثلا العصر مش عارف بقى بالنسبه برضه الناس اللي موجودين هل ينفع كده هو تكون مثلا فتره العصر او ما تكونش بالليل اللي هي فوت ويعني مش عارف ناس كتير بس قبل الافطار. خلاص خير ان شاء الله. ماشي يا باشمهندس ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يكرمك. السلام عليكم. خلاص شباب حد ليه اي سؤال؟ خلاص ان شاء الله نكمل ان شاء الله بعد بكره باذن الله ان شاء الله ونبدا بالاكزامبل ده وانا هبعت لكم البروجكت دون تستخدمه ان شاء الله تمام. نشوفكم على خير بقى ان شاء الله المره اللي جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.